باش نسدو سهم القيل والقال، الأزمة ديالك ديال الصور اللي انتشرات والقيل والقال والإشاعات وازدواجيات الشخصية والمنافقة وكل واحد شنو قال، شنو علماتك من الآخر؟ الدرس، عطيني الدرس. علمتني أن أنسيبة فما نمشيش في الأمور لفون، لأن خصك تنسب وتأخذ الاحتياطات ديالك وما تثقش بزاف في الناس، تمشي دائما بقدر واستفدت منها بزاف ديال الأشياء. تعرضتي الخيانة في داخل نعم نعم طبعا خيانة والطعنات وناس كما قلت لك ناس صرفت فيهم الخير الخير زعما والمساعدة والدعم وردوا لي لأنه هذيك الساعات كما قلت لك مين كطيح البقرة كيكثروا الجناوة وكل شيء كيبغي يدير البطولة على ظهرك، وكي اللي كيسحب له واش إلا طيحك غيطلع هو تاع سبحان الله ربي سبحانه وتعالى عنده انا قلت لك لو ما وقعش داكشي يمكن كنت غنطلب من الله يوقع، لانه داكشي اللي جاني من وراه ديال الخير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله.